السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي طلاب تانية سنة في بداية عام جديد موفق إن شاء الله. إن شاء الله هذا العام هنحل مع بعض كتاب الوحي. أما بالنسبة لكتاب نيوتن فهو أوريدي موجود عندك على القناة لنهاية المنهج على جزء الامتحانات النهائية. كتاب الوافي هنكمله مع بعض للنهاية على جزء الامتحانات النهائية، لأن زي ما قلت في أولى حلقات الشرح الامتحانات النهائية جزء من الكورس الشرح أو جزء من الكورس المدفوع. بدون مقدمة طويلة يلا نبدأ في أولى موضوعات الفيزياء السنة. الدرس الأول في منهجك بيتكلم عن الحركة الاهتزازية، وعشان نحل أسئلة الحركة الاهتزازية ما تيجي نعمل مراجعة سريعة كده على أهم نقاط الحركة الاهتزازية ونرجع نكمل مع بعض الحل. اتفقنا مع بعض إن الحركة الاهتزازية هي حركة الجسم على جانبي موضع سكونه، وأخدنا مثال عليها إنها حركة البندول، وقلنا عشان البندول يصنع اهتزاز كامل هيبدأ يتحرك 4 ساعات اهتزاز. تعالى كده نجمع شوية المفاهيم دول في صورة سؤال وإجابة. أول مفهوم وهو الإزاحة، البندول هيبدأ يتحرك. فكان تعريف الإزاحة اللي أخدناه في أولى ثانوي كان هو أقصر خط مستقيم يربط بين نقطة البداية والنهاية، صح كده؟ يعني لو البندول اتحرك مثلا من النقطة X للنقطة A مثلا اللي موجودة دي، فالإزاحة المسافة من X ل A. طب لو اتحرك من X ل Y فهي من X ل Y، اتحرك من x ل y ثم عاد الى x مره اخرى فاقول له بصفر. يبقى الازاحه هو مفهوم عام لبعد الجسم عن موضع بدايته عند اي لحظه، او اقصر خط مستقيم يربط الجسم بنقطه بدايته في اي لحظه. ثم كبرنا التعريف شويه وبدانا نحدد الازاحه ونحدد اكبر ازاحه ممكن ان يصل اليها الجسم اللي هي من x ل y او من x ل z، وبدانا نسمي اكبر ازاحه هي سعه الاهتزاز. فكان مفهوم ساعة الاهتزاز هو أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه، وكنا بنرمز لساعات الاهتزاز برمز إي كابيتال. أما المفهوم اللي بعده وهو متى يصنع الجسم اهتزازه كاملا؟ أقول له يصنع الجسم اهتزازة كاملة بشرط، ركز معايا بقى كده. الجسم كان بيصنع اهتزازة كاملة لو افترضنا إن هو بدأ من عند الموضع إكس، يبدأ يتحرك إلى أن يصل إلى الموضع واي، ثم هل هيفضل متعلق في الهواء؟ لأ، بيعود مرة أخرى وهو نازل كده بيتحرك، بعد ما كان طالع بيتحرك في عكس الجاذبية يعني تقل سرعته، إلى أن تصبح بصفر عند أقصى إزاحة. يبدأ ينزل تاني وهو مع الجاذبية فتزداد سرعته إلى أن تصبح قيمة عظمى عند موضع الاتزان، فعشان سرعته كبيرة هيبدأ يكمل بسرعته إلى أن يصل إلى أقصى إزاحة في الاتجاه المضاد إلى أن تصبح سرعته بصفر، ويرجع تاني في اتجاه الجاذبية إلى أن يعود إلى نقطة بدايته مرة أخرى. فبدأنا نوصف الحركة اللي قدامك إن هو اتحرك من إكس لواي، ولكن هو معدي على اكس كده كان رايح يمين، هو واقف عنده واي رجع تاني وهو نازل عد على اكس، بس المرة دي هو معدي على اكس كان رايح شمال الى ان وصل الى زد، ولما وصل الى زد لم يستقر به الحال عند زد ولكن نزل عند اكس، هو معدي على اكس عدى يمين. يبقى كده عدى على اكس 3 مرات منهم مرتين في نفس الاتجاه. فبدأنا نوصف الاهتزاز الكاملة بالاكس بأنها حركة الجسم على جانبي موضع سكونه، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ مروره بنفس النقطة مرتين
متتاليتين في نفس الاتجاه. وطبعا بعض الكتب يقول لك مروره بنفس النقطة 3 مرات منهم مرتين في نفس الاتجاه مفيش أي مشاكل، ولكن كان عليها شوية ملاحظات. إن الاهتزازة الكاملة قطعنا خلالها مسافة تساوي 4 ساعات اهتزاز. ده أول ساعة، 1 واحنا راجعين كده، 2 3 4. يبقى أول ملحوظة المسافة المقطوعة خلال اهتزازة كاملة تساوي 4 في ساعة الاهتزاز. وبالتالي الزمن اللازم لعمل دورة كاملة أو اهتزازة كاملة برضو هيساوي 4 في زمن ساعة الاهتزاز. يعني لو قطعت الاهتزاز واحدة في ثانية يبقى أكيد الزمن كله 4 ثانية. وأخيرا الإزاحة المقطوعة خلال اهتزازة كاملة هتساوي ايه؟ 4 ساعات اهتزازة؟ لا دي لا. ليه؟ لو لاحظت ان انا بدأت من اكس وانتهيت عند اكس، يعني نقطة البداية هي نقطة النهاية، اذا الازاحة المقطوعة خلال اهتزازة كاملة تساوي زيرو. نختم بالملحوظة دي جزئية متى يصنع الجسم اهتزازة كاملة. تقاس شدة الموجات بدلالة ساعة الاهتزاز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو بقولك مين اللي عندها قوة شد أكبر؟ حركة البندول الأول ولا حركة البندول التاني؟ بكل بساطة البندول اللي عنده ساعة اهتزاز أكبر يبقى عنده قوة شد أكبر، فأقولك البندول التاني عنده قوة شد أكبر. أما لو بنقارن بين بندول واحد، ما عنديش بندولين، أنا عندي بندول واحد فقط، وجايب لك النقاط بالشكل ده كده A B C، بقول لك أي نقاط عنده قوة شد أكبر؟ هتقول أكبر ساعة اهتزاز؟ لا، ده كلهم موجة واحدة، يعني ساعة الاهتزاز هي النقطة C. أنا بقول لك قارن لي بين التلاتة دول. أكبر ساعة اهتزاز لو بتقارن بين بندولين، فأقول لك أكبر قوة شد بتكون عند أكبر ساعة. قوة الشد بيكون وضعها فين عشان البندول يتحرك؟ بتكون دايما عند موضع الاتزان الأصلي، عند نقطة البداية دي بيكون موضع قوة الشد، عند الشد أو هنا قوة الشد بتكون قيمة عظمى. ويبدأ هو طالع القوة المؤثرة عليه تنعدم إلى أي تصبح سرعته بصفر، يبقى قوة الشد ماكسيموم أو قيمة عظمى عند موضع الاتزان. كان لسه تعرفين في الدرس ده وهو التردد والزمن الدوري. الزمن الدوري كان تعريفه هو الزمن اللازم لعمل دورة كاملة، وكنا طبعا بنرمز له برمز تي كاب، كنا حافظينه في صورة مثلث صغير كده. إن الزمن الدوري بيساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات. قانون الزمن الدوري، الزمن الدوري يساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات. لو ناس المفاهيم دي تعال افكرك بيها. الزمن الدوري ده لازم يكون زمن دورة واحدة. تقول لك كده زمن اهتزازة واحدة. أما الزمن الكلي هو زمن أكثر أو أقل من اهتزازة. يعني ممكن اقول لك 100 اهتزازة 1000 اهتزازة اقول له ده زمن كلي. طيب ربع اهتزازة نص اهتزازة اقول له برضو زمن كلي. يبقى سواء ادالك زمن اكتر من اهتزازة او اقل من اهتزازة فهتعوض عنه بالزمن الكلي. اما زمن اهتزازة واحدة فهو الزمن الدوري. اما الان فالان في غالبية المسائل هتحسب بدلالة الساعة. الان هي عدد الاهتزازات ودايما بيساوي عدد الساعة، عدد ساعة الاهتزاز مقسوم على 4. يعني تبدأ تركز في السؤال هو صنع كم ساعة اهتزازة وتقسمهم على 4 عشان تقدر تجيب عدد الاهتزازات. أما التردد، فالتردد كان تعريفه هو مقلوب الزمن الدوري.
يعني واحد على التيم، أو ممكن أقول بما أن الزمن الدوري يساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات، يعني أقدر أقول عليه N على التيم. إيه ده؟ يعني أقدر أطلع له تعريف تاني غير هو مقلوب الزمن الدوري؟ أي التردد ينفع يساوي عدد الاهتزازات بشرط لو كان المقام بواحد سنة. يعني إيه؟ يعني ينفع أقول التردد هو عدد الاهتزازات التي يحدثها الجسم المهتز، بس بشرط لو كان المقام بواحد ثانية. يبقى هو عدد الاهتزازات التي يصنعها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. أو ممكن نصيغه كده بقى في صورة مثلث صغير كده، إن التردد يساوي N على التي. صعب الكلام ده، بيتهيألي الموضوع ظريف جدا ولطيف جدا، معايا مثلثين لمين كل الكلام ده. بس عايز أسألك سؤال، هو نص في اتنين بكام؟ بواحد. تلاتة في تلت بواحد. طب الزمن الدوري في التردد كل منهما مقلوب للآخر، فأي رقم في مقلوبه يساوي الواحد الصحيح. دي أول ملحوظة معانا. طيب لو كان جاي في شكل علاقات بيانية وجاب لي علاقة بيانية بين الزمن الدوري والتردد، على طول العلاقة عكسية، لكن ممكن يضحك عليك ويقول لك علاقة بين الزمن الدوري ومقلوب التردد. لا، هنا تبقى علاقة طردية. ليه؟ عشان مقلوب التردد ده هو الزمن الدوري، يعني كده العلاقة بين زمن دوري وزمن دوري يعني كأنك بتحسب الميل، فالميل زمن دوري على زمن دوري بواحد، يعني لو كان في زاوية تبقى بكام؟ 45. ليه؟ عشان أخدنا إن الميل يساوي تاني الزاوية، فتان كام يساوي خمسة يساوي واحد صحيح؟ تان 45 يساوي الواحد الصحيح. ندخل بقى على التمثيل البياني وتحولات السرعة على البندول البسيط. قدامك بندول، عشان يقبل اهتزازة كاملة هيبدأ يتحرك من إكس لواي، وهو بيتحرك من إكس لواي كده هو بيتحرك في عكس اتجاه الجاذبية، فبتقل سرعته. وهو طالع لواي يفضل طالع طالع لحد ما سرعته تبقى بصفر، يبقى كان طالع بسرعة قيمة عظمى وهو طالع سرعته قلت تدريجيا إلى أن أصبحت بتساوي الصفر عند أقصى ارتفاع. أما وهو نازل كده بيتحرك مع الجاذبية فتزداد سرعته تدريجيا إلى أن يعود إلى موضع اتزانه مرة أخرى، فيكمل بسرعته في عكس الاتجاه فتقل سرعته لأنه بيتحرك في عكس الجاذبية فتصبح بصفر مرة أخرى. كده درسنا تحولات السرعة. يعني أقدر أقول لك إن السرعة دلوقتي أعلى قيمة لها عند موضع الاتزان الأصلي، وتقل السرعة وتنعدم عند أقصى إزاحة أو عند ساعة الاهتزازة. فممكن ألخص الكلام ده وأقول لك ثانية واحدة، أنت أخدت في أولى ثانوي السرعة إزاحة على زمن، والسرعة دي درستها أنواع، سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة. السرعة المنتظمة هي السرعة التي لا تتغير بمرور الزمن، أما السرعة الغير منتظمة كان منها تزايدية وتناقصية. يعني أقدر أقول لك السرعة أثناء رحلة الصعود تناقصية وأثناء رحلة الهبوط تزايدية. ده أنا هفتكر إيه؟ ده إحنا نلخص الكلام ده في جملة واحدة، كلما اقتربت من موضع الاتزان الأصلي تزداد السرعة. شايف السرعة عند موضع الاتزان الأصلي أعلى سرعة، يبقى كلما اقتربت من موضع الاتزان الأصلي تزداد السرعة. يجي لك السؤال عليها صغير جدا، سؤال يقول لك إيه؟ لا إله إلا الله، لو تحرك البندول من الموضع X حتى الموضع إيه مثلا؟ أيوة اللي هو قدامك في الرسمة في منتصف المسافة، مين عنده فترة زمنية أكبر، تي واحد ولا تي اتنين؟ سامع كل الحمير اللي قالوا متساويين طالما المسافات متساوية؟ لأ، ده السرعة تناقصية. تعالى أوضحها لك كده على السرعة. لو بقول لك في واحد أكبر ولا في اتنين؟ هتقول لي في واحد، لأن بنقول كلما اقتربت من موضع الاتزان تزداد السرعة، يبقى في واحد أكبر من في اتنين، والسرعة عكسية مع الزمن عند ثبوت الإزاحة. إذا تي اتنين أكبر من تي واحد. وضحنا الكلام ده في فيديو الشرح. وبنفس المبدأ، لو تحرك البندول على الجانب الآخر إلى الموضع المحدد بالشكل في منتصف المسافة بالظبط، فإيه علاقة في 3 بفي 1؟ الاتنين على نفس البعد من موضع الاتزان الأصلي، يعني أقدر أقول السرعتين متساويين. طب في 4 وفي 1 الاتنين على نفس البعد من موضع الاتزان الأصلي فأيضا متساويتين. إذا كلما تساوى البعد عن موضع الاتزان الأصلي تتساوى السرعة، والحركة على الجانبين متساوية لأنها حركة دورية. ثم تحولات الطاقة، درسنا مبدأ
قانون بقاء الطاقة السنة اللي فاتت، وقلنا أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن تحول من صورة إلى أخرى. وصور الطاقة كان بالنسبة لنا يا طاقة حركة يا طاقة وضع. فاكر قانون طاقة الحركة كان بيقول إيه، أو فاكر رمز قانون طاقة الحركة؟ طاقة الحركة كان رمزها كاينيتيك انرجي، وطاقة الوضع كان رمزها بوتنشيال انرجي. طاقة الحركة كان القانون بتاعها نص ام في تربيع، أما طاقة الوضع قانونها ام في جي في اتش، حيث الاتش هو الارتفاع. يعني أقدر أقول دلوقتي إن الجسم إن لم يمتلك طاقة حركة فإنه يمتلك طاقة وضع، ولم يمتلك طاقة وضع فكلاهما يتحول إلى الآخر. مجموع الاتنين على بعض كان اسمه الطاقة الميكانيكية، والطاقة الميكانيكية دي مقدار ثابت للجسم الواحد كان بتساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة. صعب الكلام لحد دلوقتي؟ يبقى الطاقة الميكانيكية مجموع طاقتي الوضع والحركة، وهي مقدار ثابت للجسم الواحد فقط، لكنها تتغير من جسم لآخر. أقدر أستنتج من الكلام ده إن طاقة الحركة بتتناسب طرديًا مع مربع السرعة. يعني إيه؟ يعني تعال نشوف كده طاقة الحركة على البندول اللي معانا ده. عند موضع الاتزان السرعة أكبر قيمة، وبالتالي تكون طاقة الحركة أعلى قيمة لها، يعني تبقى قيمة عظمى. البندول بيتحرك لأقصى موضع إزاحة، هو طالع السرعة انعدمت، وبالتالي طاقة الحركة تنعدم. ثانية واحدة يا عم، أنت مش قلت الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم؟ آه، هي ما انعدمتش، هي تحولت إلى صورة تانية من صور الطاقة وهي طاقة الوضع. يبقى الطاقة كده ما انعدمتش، لأ، ده طاقة الحركة أصبحت بصفر، معناها كده إنها تحولت إلى طاقة وضع، ويبقى طاقة الوضع هي اللي قيمة عظمى. طيب أثناء رحلة بقى الهبوط للبندول تبدأ سرعته تزداد. يعني إيه؟ طاقة الحركة بتزداد وطاقة الوضع بتنعدم؟ لا، طاقة الوضع هتتحول إلى طاقة حركة. يعني عند موضع الاتزان الأصلي أقدر أقول إن طاقة الوضع أصبحت بصفر. حتى يظل مجموع الاتنين ثابت، سواء طاقة الحركة وطاقة الوضع عند موضع الاتزان أو الطاقة الميكانيكية، واللي حصل على يمين الرسمة هيتكرر تاني على يسار الرسمة. خلص الكلام كتحولات طاقة. أسئلتها بتيجي إزاي؟ أسئلتها بتيجي في صورة رسم بياني، بس خليك فاكر إن الطاقة كمية قياسية، الطاقة كمية قياسية، يعني إيه؟ يعني دائما موجبة، دائما في الاتجاه الموجب. فيجي لك تمثيل بياني كده يقول لك مثل لنا لو سمحت طاقة الحركة مع الزمن الدوري، ويجيب لك المحور متقسم كده إلى أجزاء، ربع الزمن الدوري، نص الزمن الدوري، تلات أرباع الزمن الدوري، والزمن الدوري بالكامل. ويقول لي مثل طاقة الوضع، وبرضه طاقة الوضع طاقة طاقة كمية قياسية، ويجيب المحور بتاعها متقسم صفر ربع الزمن الدوري، نص الزمن الدوري، تلات أرباع الزمن الدوري، وأخيرا الزمن الدوري بالكامل. بس أبقى محتار، يا ترى نقطة البداية صفر أم قيمة عظمى؟ لازم هو اللي يحدد هو أنت هتبدأ من موضع الاتزان ولا من أقصى إزاحة. لازم يكون في كلمة في السؤال تضيف الجملة دي. فلو قال مثلا عند البدء من موضع الاتزان، فموضع الاتزان بتكون السرعة عنده قيمة عظمى، فلو مثلت طاقة الحركة فطاقة الحركة هتبدأ من أعلى قيمة. فالسؤال بيجي يا موضع اتزان يا أقصى إزاحة. فتعال نبدأ من موضع الاتزان. طاقة الحركة عند موضع الاتزان قيمة عظمى، يعني يبدأ من أعلى نقطة عند نقطة الصفر. بعد ربع الزمن الدوري أصبح طاقة الحركة بصفر، لأنه أصبح عند أقصى إزاحة. كمان ربعاية كده رجع لموضع الاتزان الأصلي مرة أخرى، يعني قيمة عظمى، ثم صفر مرة أخرى في الجانب الآخر. هل هيفضل ساكن عند زد؟ لا، هيعود تاني إلى موضع الاتزان. فأنا ملاحظ دلوقتي صفر قيمة عظمى، قيمة عظمى صفر، صفر قيمة عظمى، وهكذا. يبقى مجرد الكلمة حددت نقطة البداية ومشيناها بقى صفر قيمة عظمى. نروح لطاقة الوضع. طاقة الوضع عكس طاقة الحركة، لو بادئ من موضع الاتزان في نقطة البداية بصفر، كمان ربع هيبقى قيمة عظمى، صفر عند موضع الاتزان مرة أخرى، ثم قيمة عظمى في الاتجاه المضاد، ثم يعود إلى الصفر مرة أخرى. يعني الطاقات بتحول من صفر قيمة عظمى صفر قيمة عظمى مجرد إنك تحدد نقطة البداية. أما لو قال من أقصى إزاحة، فأقصى إزاحة دي هنمثلها باللون الأسود كده حفاظا بس على المجهود عشان ما نرسمش رسمة تانية. فلو قال من أقصى إزاحة يبقى أنت بادئ من عند السرعة وهي بصفر، يعني طاقة الحركة كانت بصفر. فنبدأ نقطة البداية من الصفر، ويبدأ صفر قيمة عظمى، كمان صفر
عند الجانب الآخر أو عند السرعة بصفر، كمان قيمة عظمى صفر، ويبقى ماشي صفر قيمة عظمى وهكذا. يبقى اتمثلت في صورة قيمة مجرد إن الكلمات اللي في المسألة حددت موضع البداية. أما طاقة الوضع عكسها، أقصى إزاحة يعني أنت بادئ من القيمة العظمى لطاقة الوضع ثم صفر قيمة عظمى في الاتجاه المضاد ثم صفر وهكذا، وتبدأ ماشية بالشكل ده. طيب لو اتكلمنا بقى على الطاقة الميكانيكية، أيوة الطاقة الميكانيكية اللي قلنا عليها مقدار ثابت للجسم الواحد، كانت بتساوي مجموع طاقتي الجسمين. أيوة مقدار ثابت للجسم الواحد، فهي ثابتة ودائما عند القيمة العظمى سواء لطاقة الحركة أو لطاقة الوضع. يبقى الميكانيكال إنرجي مقدار ثابت عند القيمة العظمى، يمثل بخط مستقيم يوازي محور السلم. كلمتين صغيرين على الطاقة الميكانيكية. الطاقة الميكانيكية عند أقصى إزاحة، بما إنها بتساوي طاقة الحركة زائد طاقة الوضع، طاقة الحركة بصفر، صفر زائد أي حاجة تطلع بالحاجة اللي موجودة معاك، فصفر زائد طاقة الوضع يطلع بطاقة الوضع. يعني أقدر أقولك إن الطاقة الميكانيكية في هذه الحالة هتتساوى مع طاقة الوضع فقط. الطاقة الميكانيكية في هذه الحالة تتساوى مع طاقة الوضع فقط. أما عند الجانب الآخر عند موضع الاتزان، يبقى عند أقصى إزاحة الطاقة الميكانيكية تساوي مع طاقة الوضع فقط. أما عند موضع الاتزان فالطاقة كلها مختزنة في صورة طاقة حركة وليس طاقة وضع، يبقى الطاقة الميكانيكية عند موضع الاتزان تتساوى مع طاقة الحركة. يبقى كده الطاقات متمثلة عند أقصى إزاحة في طاقة الوضع، وعند موضع الاتزان في صورة طاقة ميكانيكية. أما الإزاحة، فالإزاحة الموضوع مختلف شوية. الإزاحة دي كمية متجهة، يعني إيه؟ يعني فيها موجب وسالب وفيها صفر كمان. يعني لو قالك سؤال مثل الإزاحة بيانين، هل هتمثل زي الطاقات؟ لأ، مجرد هنحدد هو أنت بادئ من أقصى إزاحة ولا من موضع الاتزان. فلو بدأنا من موضع الاتزان، وعلى الجانب الآخر لو قال ابدأ من أقصى إزاحة، نشوف كده اتعمل إزاي. نمثل كده في صورة بندول، بما إننا اتعرفنا على الحركة في صورة بندول. لو قال بادئ من موضع الاتزان، فموضع الاتزان ده عنده كده الإزاحة بتساوي صفر، يبقى على محور الرأسي الإزاحة وعلى المحور الأفقي الزمن، وهنبدأ نقسم الزمن، صفر ربع الزمن الدوري، نصف الزمن الدوري، بعد نص الزمن الدوري هيكون رجع تاني لنقطة بدايته مرة أخرى، كمان ربع الزمن الدوري هيكون اتحرك في الاتجاه المضاد، يعني أقصى إزاحة في الاتجاه المضاد. هتبقى في الموجب برضو؟ لأ، هتبقى في السالب. ليه؟ عشان الإزاحة كمية متجهة، فهنبدأ نمثلها قيمة عظمى ولكن في الاتجاه المضاد. ما كناش نقدر نعمل كده مع الطاقة لأن الطاقة كمية قياسية. ثم بعد ربع دورة رجعت لنقطة البداية تاني اللي هو النقطة اللي عندها الإزاحة بصفر. أما لو كان قال بدأ من أقصى إزاحة، يعني بدأ من القيمة العظمى، بعد ربع الزمن الدوري هيكون رجع لنقطة موضع الاتزان مرة أخرى، كمان ربع نمثلها على البندول ده عشان ما نتلخبطش، بدأ من أقصى إزاحة النقطة اللي لونها دي، رجع لموضع الاتزان بصفر، اتحرك في الاتجاه المضاد، أقصى إزاحة في الاتجاه المضاد يعني في السالب، ثم بعد ربع الزمن الدوري هيكون رجع لموضع الاتزان مرة أخرى بصفر، ثم بعد ربع الزمن الدوري يكون رجع لنفس النقطة اللي بدأ من عندها اللي هي قيمة عظمى في الاتجاه الموجب، يعني بدأ من النقطة وانتهى عند نفس النقطة مرة أخرى. دي كانت كل نقاط الحركة الاهتزازية. يلا بينا نروح لحل التدريبات. خلاص كده افتكرت يعني ايه حركة اهتزازية؟ يلا بينا نبدأ بأولى الأسئلة. بسم الله. تقوم الموجات بنقل الطاقة فقط ولا تنقل لا مادة ولا جسيمات، حيث تهتز الجزيئات حول مواضع اتزانها فقط ولا تتحرك لا يمين ولا شمال. من الموجات التي تتطلب ضرورة وجود وسط مادي لانتشارها، اتفقنا إن عندنا نوعين من الموجات، ميكانيكية وكهرومغناطيسية. الميكانيكية تتطلب وجود وسط مادي، ومثال عليها موجات الصوت.
أما الكهرومغناطيسية فكان منها الضوء والراديو وأشعة الجاما والسينية والفوق بنفسجية إلى نهاية السبع موجات. لا ينتقل الصوت في الماء ولا في الحديد ولا في الفراغ ولا الهواء، والله الصوت ده موجة ميكانيكية يبقى لا تنتقل في الفراغ. أما الماء ده وسط مادي، الحديد ده وسط مادي، والهواء أيضا وسط مادي. جميع الموجات الآتية ميكانيكية عدد. شوف يا ريس، أنت عندك سبع موجات كهرومغناطيسية، أي حاجة غير السبع موجات دول تتقال عليها ميكانيكية. الماء هل كم من السبعة؟ لا، يبقى ده موجة ميكانيكية. الصوت موجة ميكانيكية. وتر مهتز موجة ميكانيكية. أما موجات الراديو ده كان أحد السبع موجات الكهرومغناطيسية، إذا هو ليس بميكانيكي. رقم خمسة، جميع الموجات الآتية لا يمكن أن نراها بالعين المجردة. الموجات الماء لا بنشوف، الصوت لا ما نقدرش نشوف، التليفون المحمول ما نقدرش نشوف، موجات الراديو ما نشوفهاش. يبقى جميع الموجات الآتية لا يمكن أن نراها ما عدا مين اللي ممكن الوحيد هنشوفها هنا، هي موجات الماء. أما موجات الصوت لا نراها، موجات التليفون المحمول اللي هي أصلا موجات الراديو، وبشكل صريح موجات الراديو كل دي موجات لا نراها، يبقى الحاجة الوحيدة اللي هنشوفها هي موجات الماء. من شروط حدوث الموجات الميكانيكية اتفقنا إن موجود عندنا ثلاث شروط: وجود مصدر مهتز، حدوث اضطراب للمصدر مهتز، وجود وسط مادي، يعني تقدر تقول جميع ما سبق. رقم سبعة، بعد الجسم المهتز عن موضع سكونه في لحظة ما وليس أقصى إزاحة، هو بعده في لحظة ما. هل بنسميها الإزاحة ولا سعة الاهتزاز؟ لا، الإزاحة، بعده في موضع ما أو في لحظة ما، لكن أقصى إزاحة يصل إليها الجسم عن موضع اتزانه كان اسمها سعة الاهتزاز. رقم تسعة، الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزاء كاملة كان بيلقب بالزمن الدوري أو مقلوب التردد. زمن وصول الجسم المهتز لأقصى إزاحة، أقصى إزاحة دي اتفقنا اللي هي سعة الاهتزاز. فزمن حدوث سعة الاهتزاز اتفقنا إن الاهتزاز الكاملة فيها أربعة ساعات اهتزاز، والاهتزاز الكاملة تتم خلال الزمن الدوري بالكامل، يبقى زمن سعة الاهتزاز هو ربع الزمن الدوري لاختيار رقم بس. رقم 11، تعرف عدد الاهتزازات التي يصنعها الجسم المهتز في الثانية الواحدة باسم التردد، حيث التردد كان بيساوي N على T، والتردد بيساوي عدد الاهتزازات التي يقطعها الجسم في الثانية الواحدة. حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري، اتفقنا إن أي رقم في مقلوبه يساوي الواحد الصحيح، يعني نص في اتنين بواحد، ثلث في ثلاثة بواحد، يبقى أي رقم في مقلوبه يساوي الواحد الصحيح. حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي الواحد الصحيح لاختيار رقم ده. رقم 13، عندما يهتز المصدر بتردد معين تهتز دقائق الوسط بتردد مختلف ولا بنفس التردد ولا التردد أصغر ولا التردد يتناقص بالتدريج؟ والله ده هي التردد هو عدد اهتزازات جزيئات الوسط. بما إنك بتتكلم عن عندما يهتز الوتر بتردد معين تهتز معه دقائق الوسط بنفس التردد، وده بنسميه اتفاق الطبق. رقم 14، عند أقصى إزاحة للجسم المهتز تكون سرعة الجسم المهتز، وضحنا السرعات في مقدمة الحصة على البندول، واتفقنا إن السرعة أقصى ما يمكن عند موضع الاتزان وتنعدم عند أقصى إزاحة، إذا عند أقصى إزاحة تنعدم السرعة. رقم 15، إذا كان الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة هو 1/10 ثانية، فعمل اهتزازة كاملة ده الزمن الدوري، فإن عدد الاهتزازات الكاملة يسأل على الآن التي يحدثها الجسم المهتز في 100 ثانية، فاكر مثلث الزمن الدوري؟ نفتكر مع بعض، الزمن الدوري كان بيساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات. الزمن الدوري هو زمن دورة واحدة، الزمن الكلي زمن أقصر أو أقل من دورة، وعدد الاهتزازات هو ده المطلوب. أنا عندي الزمن الكلي ب100 والزمن الدوري ب1/10، إذا عدد الاهتزازات يساوي الزمن الكلي على الزمن الدوري، 100/1/10 تطلع ب1000. رقم 16، زيادة سعة الموجة المنتشرة في وسط الماء، هل ذلك يؤدي إلى زيادة السرعة، زيادة التردد، زيادة طول الموجة، زيادة الشدة؟ اتفقنا إن تقاس شدة الموجات بدلالة السعة، يبقى زيادة السعة معناها زيادة الشدة.
رقم 17، التردد يقاس بكل من الوحدات الآتية عدد. والله شوف، التردد هو مقلوب الزمن الدوري، يعني ممكن يقاس بثانية أس سالب واحد أو مقلوب الثانية، ومقلوب الثانية ده كان بيتنطق هرتز. طيب له وحدة تانية؟ أنا شايف إن مقلوب الثانية موجود والهرتز موجود. التردد كان هو عدد الاهتزازات التي يصنعها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. فعدد الاهتزازات أو عدد الدورات دي اسمها سايكل، على المقام كان بيتقاس بالثانية، يعني ممكن يتقاس سايكل لكل ثانية أو دورة لكل ثانية. يعني ده كمان يبقى الثلاث اختيارات دول صح، يبقى الاختيار الوحيد الغلط هو الثانية. رقم 18، تصنع كرات البندول خلال زمن دوري تي بالثانية، إزاحة تعادل كام؟ صفر. ليه؟ عشان الإزاحة المقطوعة خلال دورة كاملة بصفر، لأن النقطة اللي بيبدأ من عندها بيرجع لها مرة تانية. رقم 19، استغرقت أقصى إزاحة اللي هي ساعة الاهتزاز لوتر هو 2 من 100 ثانية، يبقى ده زمن ساعة الاهتزاز اللي بسميه تي اي وبيساوي ربع الزمن الدوري، فيكون تردده مبدئيا كده زمن ساعة الاهتزاز هو ربع الزمن الدوري. طيب الزمن الدوري كده يبقى بكام؟ خد الزمن ده اضربه في 4، يبقى كده الزمن الدوري هيساوي 8 من 1000 ثانية، وبالتالي التردد 8 من 1000 دي تتكتب كده 8 على 1000، يبقى التردد 1000 على 8 يطلع 125 هرتز باختيار الرقم ده. رقم 20، الشكل المقابل، قوة الشد في الخيط أكبر ما يمكن عند الموضع A B C. اتفقنا إن قوة الشد تزداد زيادة ساعة الاهتزاز، ولكن الكلام ده لما تكون بتقارن بين أكتر من بندول، يعني عندك بندول وكمان بندول تاني بيتحرك بالشكل ده، بقول لك مين فيهم أكبر ساعة اهتزاز. لكن المقارنة دلوقتي قائمة على بندول واحد، يبقى مش هقارن بدالة ساعة الاهتزاز، ضيف عليها كده قوة الشد تكون أكبر ما يمكن عند موضع الاتزان اللي هو النقطة دي. قوة الشد طالما مش هقارن بين بندولين، يعني لو هقارن بين الأول والتاني هقول لك أكبرهم ساعة اهتزاز أكبرهم قوة شد، لكن دلوقتي أنا عندي بندول واحد بس بقارن عليه، خلاص يعني ده البندول الواحد اللي بقارن عليه، قوة الشد بتكون أعلى ما يمكن. نيجي عند البندول ده مثلا عايزين نحركه بنخبطه أو بنديله قوة، فهنا في قوة أثرنا بيها فورس، ونسيبه بقى يطلع يطلع يطلع، فقوة الشد تقل لحد ما يوصل لهنا إن ما عادش في قوة أصلا بتأثر عليه. إذا قوة الشد بتكون أكبر ما يمكن عند موضع الاتزان الأصلي. رقم 21، إذا زاد تردد البندول للضعف فإن زمنه الدوري، اتفقنا إن كل منهما مقلوب للآخر، التردد يزيد يبقى الزمن الدوري يقل، التردد زاد للضعف يبقى الزمن الدوري يقل للنصف. رقم 22، الشكل المقابل يمثل الوتر المهتز في الهواء بتردد نيوتن، فإن تردد الموجة الحابسة في الهواء علاقته بالتردد الذي يهتز به الوتر. الوتر ده لما بيهتز بيصطدم بجزيئات الهواء المحيطة به فيجعلها هي كمان تكون في حالة من التردد، يعني يبدأ يخلي جزيئات الهواء تهتز معاه بنفس عدد الاهتزازات خلال نفس الفترة الزمنية. إذا تردد الجزيئات المحيطة هيساوي تردد الجسم المهتز به، يبقى الاثنين متساويين. إذا تردد الموجة الحادثة في الهواء هيساوي تردد الوتر المهتز بالتصادم. رقم 23، الشكل المقابل، ثقل بندول جذب جانبا ثم ترك ليتحرك بحرية إذا كان زمن انتقال الثقل من الموضع X حتى الموضع Y هو 2 من 10 ثانية. هو كده البندول اتحرك كم اهتزازة؟ والله لا، لو هتحسب لي عدد الاهتزازات احسبها بدلالة ساعة الاهتزاز، حيث عدد الاهتزازات يساوي عدد الساعة مقسوم على 4، فهو كده قطع من أقصى إزاحة الموضع اهتزاز واحد وكده 2، يبقى عدد الاهتزازات كده بيساوي نص خلال الزمن، فده زمن أقل من دورة يبقى هنسميه زمن كلي. فإن التردد، والله التردد إن على تي 5 من 10 على 2 من 10 يطلع بـ 2.5 هرتز لاختيار رقم 3.